مساء الخيرات على كل حضراتكم ومشاهدينا في كل مكان في العالم. يوم جديد وبدايه حلقه جديده من طاقه نور. يا رب تكون حلقتنا النهارده مفيده وتكون طاقه نور لينا بالمعنى الحرفي للكلمه، ولا سيما ان احنا في حلقتنا النهارده عايزين نتكلم عن معضله كبيره الحقيقه، مشكله كبيره، ان احنا بنسخن وبعد كده الامور بترجع تفطر وتهدى كتير معانا بعد كده. من اكبر المشاكل اللي بتواجه كتير جدا مننا مع انتهاء شهر رمضان هي اننا بنبتدي نبتعد بالتدريج عن الطاعه ونرجع تاني ننشغل بالدنيا ولا نلتفت إلى أهمية الاستدامة في تحقيق المزيد من الطاعات. بنعمل كده وكأننا هنتحاسب على شهر رمضان بس مش على كل يوم إحنا بنعيشه. خلونا نتكلم النهاردة عن أسباب ابتعادنا عن الطاعة وعن العبادة بعد انتهاء أيام وليالي شهر رمضان الكريم، وعن اللي لازم نعمله لضمان الاستمرار والاستدامة في الطاعات. منورني في حلقتنا النهارده فضيله الشيخ مصطفى العكريشي الداعية الاسلامي. يا مساء الخير يا شيخ. يا مساء الانوار والاهلين وسهلين ومرحبتي. حبيبي شيخ مصطفى. حبيبي. يا رب تكون في احسن صحه واحسن حال. ربنا يعزك يا رب، طالما شفتك يا حبيبي. حبيبي ربنا يبارك فيك. ليه ده بيحصل معانا؟ ليه بنبقى سخنانين قوي مع بدايه او مع حتى قرب قدوم الشهر الفضيل وبننتوي وبنعقد النيه ان احنا هنعمل كل حاجه ممكن تتعمل في الطاعات والعبادات بعد ما يخلص الشهر؟ نرجع شوية بشوية نتلهي في الدنيا. الحمد لله الذي جعل المتقين ودا وأحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. زكى نفوسهم فجعلهم من أهل السعادة، وصفاها ونقاها وملأها ودادة، ثم أفاض عليهم من عطاياه فجعلهم من الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والصلاة والسلام على من جعل من العبيد سادة ومن المستضعفين أئمة وقادة. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله يا صاحب الحوض والريادة، يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم يفتح له إغلاق، أيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق. صلاة وسلاما عليك سيدي وحبيبي يا رسول الله. أما بعد، طاقة نور بفضل الله عز وجل بنفتحها النهاردة لكل الصائمين بحق، لكل المرتبطين بالله بحق. ارتبط بالله، لا تكن رمضانيا. اه طبعا. وكن ربانيا. صحيح، ما يبقاش ارتباطك بربنا موسمي. ايوه خالص. طبعا. لا تكن رمضانيا وكن ربانيا. ارتبط بالرب سبحانه وتعالى، ما ترتبطش بالزمن المعين ده. طب وكيف يكون العبد ربانيا؟ حاضر. الاول كده احنا نتكلم عن رمضان. اتفضل. معلش، هو رمضان ليه شهر؟ ليه مش 15 يوم، مش اسبوعين؟ ليه مش اسبوع رمضان؟ اشمعنى يبقى شهر؟ صحيح. صح؟ اه. اشمعنى يبقى شهر؟ طب ما بقيت الشهور شهور برضه. الله ينور على حضرتك. الله. لان دي واللي يثني على رمضان يثني أيوة على غير رمضان. الله ينور عليك. ايوه، يبقى دي هي الوحده اللي احنا شغالين عليها. يعني معناها ان دي رساله من رب العالمين سبحانه وتعالى لكل واحد فينا، بيقول لك انا بجيبك في الشهر ده كله وبتأدب نفسك وبترتبط بالله سبحانه وتعالى، فزي ما التزمت في الشهر كله خلي كل الشهور الباقيه رمضان. ما مش كل الناس بتعرف تعمل ده. لا، محتاجين نعمل ايه بقى عشان نكون من الناس دول اللي حاضر عارفين يعملوا ده ازاي؟ مستعجل انت. حاضر. عايزين الزتونه. حاضر ماشي. بعض الاعمال اللي لازم كل واحد فينا يداوم عليها في انتهاء الشهر الجميل دوت وازاي يستمر على الطاعه. واحد، انت بفضل ربنا عز وجل بقى نظرك دلوقتي 6 على 6. ازاي؟ كانت الرؤية الأول مشوشة. آه. إنما أنت خارج من رمضان إيه بقى؟ صافي بفضل الله عز وجل. صحيح. فكانت الرؤية مشوشة، دلوقتي أنت 6 على 6 وصافي. فكمل على كده بفضل الله عز وجل. إزاي؟ رقم واحد، استعن بالله. نعم. واسأله بالله التيسير. واسأله الثبات. آه طبعا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينجي ربنا سبحانه وتعالى ويقول: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على طاعتك. يا مثبت القلوب ثبت قلبي على طاعتك. ده سيدنا النبي. أيوة. عليه الصلاه والسلام. الله يرضى عن حضرتك. هو اللي بيدعي ربنا. اه والله. انه يثبت قلبه على الايمان. اهو. امال احنا نعمل ايه؟ الله ينور على سعادتك. يبقى لازم ناخد الذكر ده واجعله ذكر لي، واقول له: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مثبت القلوب ثبت قلبي على طاعتك. استعن بالله سبحانه وتعالى ويفضل ادعيك في كل لحظه. ده في آية في القرآن يا أستاذ كريم بتقول: يثبت الله الذين آمنوا، المؤمنين الطائعين اللي عندهم عقيدة ويقين، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبقى إذا لو أنا ما داومتش على الطاعة
يبقى انا مش من المؤمنين. بس هو المشكله في ايه؟ هي الميزه والعيب في نفس الوقت، ان رمضان بروحانياته بنفحاته ببركاته اللي تكاد تستشعرها حتى في الجو. ايوه بتذوق اجزاء على الطاعات والعبادات. اه طبعا الاجواء الحلوه دي بتروح بعد انتهاء الشهر الفضيل. لا احنا عايزين بقى كل شهر يبقى رمضاني. ازاي؟ ازاي انت خليك مرتبط بالشهر ده، خلي شهر شوال رهر هو الاخر رمضان بالنسبه لك، شهر ذو القعده برضو رمضان بالنسبه لك، ذو الحجه. انت في كل شهور رمضان، انت عارف الصحابه كان قيمه ما رمضان ينتهي يا استاذ كريم يقولوا ايه؟ اللهم تقبل منا رمضان. ست شهور يدعو ربنا ان ربنا يتقبل منهم ايه؟ رمضان. طب وبقيه الاشهر يقول اللهم بلغنا رمضان. اي والله ايه الجمال ده؟ اصل رمضان ده فرصه عظيمه يا استاذ كريم للي يستغلها. ده رباني. الله ينور على سوق. رمضان سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. ده سوق للبركه وسوق للعطاء وسوق للمغفره وسوق للرحمه وسوق للعتق من النار، بس لمين؟ للي استغله. للي استغل رمضان ده اللي استغله فعلا وهيبقى مداوم على الطاعات دي يا استاذ كريم. عارف ممكن واحد فينا من رجال الاعمال وهم بيسمعونا كلهم دلوقتي يقول لك بص انا كان حالي ما يعلم بل ربنا قبل كده، كنت على قدي والعيش على قدها لحد ما جات لي صفقة. وكانت دي ايه بقى؟ نقطة تحول. الله ينور على حضرتك. الصفقة دي كانت بص فتحت الخير عليا وعلى اهلي وعلى عيشتي كلها والحمد لله، هي صفقة وانا استغلتها. هم رجال الاعمال عندهم كده. ما انا برضو في زي ما في رجال اعمال وبيزنس، في رجال اعمال برضو خيرين مرتبطين بالله سبحانه وتعالى. فيقول لك رمضان ده صفقة بالنسبة لي، لازم حياتي من بعده تتبدل وتتغير للافضل وللاحسن، لازم أن أكون بعده عبد الربانية ما كنش رمضاني. فهو استغل الصفقة ديت، يبقى أول حاجة يستعين بمين؟ ربنا سبحانه وتعالى. بالله سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رقم اتنين في الروشتة بتاع النهاردة عشان تداوم بفضل الله عز وجل على الأعمال الجميلة وتبقى فعلا رباني مش رمضاني. اتنين، دعك من الإحباط والمحبطين والمثبطين. في ناس بتثبطك على عن الطاعة، يا عم خلاص بقى بقول لك إيه، رمضان خلص، ده مش بس تعال نسهر ونعمل. مش بس في ناس بتثبتك عن الطاعه، ده ساعات بيبقى الانسان نفسه، وخصوصا لما يكون مثلا اسير لمعصيه ما من المعاصي، مداوم على يعني ذنب ما من الذنوب، ممكن مع قرب حلول الشهر الفضيل ينتوي، يعني يعقد النيه. أيوة. وهيمتنع عن هذا الشيء. فتره رمضان فقط لا غير. ايوه بيقولها لنفسه. ايوه دي ناس اعرفها. انا مبطل في رمضان. ايوه دي ناس اعرفها. طب ما انت كده ما ناويتش بعد رمضان. الله ينور على حضرتك. ما احنا بقول اهو بقى، لا تكن عبد رمضان وكن عبد الرحمن. عبد الرحمن. ايوه لا تكن عبد رمضان وكن عبد الرحمن. أيوة. ما تبقاش عبد للشهر ده، لا انا عايزك تكمل بفضل الله عز وجل. يبقى وسيبك بقى من الايه محبطين. حضرتك قلت فكره عظيمه جدا يا استاذ كريم، ان انت ما خدتش صحبه كويسه، خد لك صحبة كويسة تعينك على الطاعة. لازم كده. رب العالمين سبحانه وتعالى بيقول لحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في سورة الكهف يا أستاذ كريم، الصفحة اللي على اليمين أول سطر فوق لو فتحنا المصحف، يقولوا إيه؟ واصبر نفسك. واصبر نفسك. ده بيكلم مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. خليك معاهم. ده بيقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ده رب العالمين يقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كلمتين دول بيتقالوا لمن هو على خلق عظيم أصلا. الله ينور على حضرتك. لو ما تخافش عليه أساسا. أيوة أهو. قال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم. خلي عينك عليهم. تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه. خلي لك بفضل الله عز وجل بقى جليس صالح. خلي لك معين على الطاعة. قول له الأستاذ كريم ده هو يا أستاذ كريم، أنت عارف أنه مداوم على الصلاة. أستاذ كريم معلش، وأنت خارج لصلاة الظهر أو لصلاة الفجر بالله عليك ترن علي. يا سلام يا زين مختار. حلو حبيبي. وانت خارج لصلاة الظهر ترن علي وما تسيبنيش الا لما اروح معاك. خد لك معين على الطاعة. بتفرق كتير فعلا. جدا جدا. صحيح. جدا. صحيح. خد لك صحبة صالحة. طبعا. مش احنا قلنا في رمضان في حلقة انا وحضرتك قبل كده اتكلمنا ان في رمضان ده الشيطان ما بيحبش الجماعة فيه، ان انت تجتمع على الطاعة. صحيح. فانت يخلي لك اعوان على الطاعة. يبقى اول حاجة استعن بالله واسأله التثبيت. اتنين، دعك من المثبطات. تلاتة، اعرف ان كل حاجة الى زوال. صحيح. مهما الخير يكون في ايدك هيجي اليوم ويخلص. بما زي فيها رمضان. بما فيها الفتره المخصصه لينا للجزء ده من الحلقه. الله ينور عليك. الى زوال برضه. فلازم نطلع فاصل ونرجع نكمل دردشه. اتفضل. معلش بس تسمحك. اتفضل.
عودة من جديد لي طاقة نور والضيف العزيز اللي منورني ومشرفني بحلقتنا النهاردة فضيلة الشيخ مصطفى العكريشي الداعية الإسلامي. احنا بنتكلم على فكرة الاستدامة في الطاعات، فلما تكون الطاعة دي بقى كمان مترجمة بشكل عملي، انا هنا طبعا بكلم فضيلتك وبكلم حضراتكم عن العمل الصالح اللي بالمناسبة خلونا ناخد فكرة عن جزء او ملمح بسيط منه من خلال هذا التقرير ونرجع نكمل الكلام، تابعوا معنا. مؤسسة نبض الحياة نجحت في زراعة 6 مراحل في مشروع وقف النخيل الخيري بسهل قروين بالفرفرة، وهتبدأ في 27 و 28 إبريل القادم زراعة المرحلة 7 من وقف النخيل عشان يستمر باب الخير والعطاء. موجودين النهاردة بنشاهد وبنشارك حضراتكم في أعمال التجهيز الفعلي للأرض هنا، لأن الأرض مش بتكون بين يوم وليلة بتتزرع، لا ده في تجهيزات على مدار 6 شهور كاملة. لازم نجيب نفسنا على أرض الواقع ونشوف خدمة الأرض في وضع علامات في أماكن الزراعة، تجهيز شبكة ري على أعلى مستوى. وإحنا النهاردة بفضل الله عز وجل في مرحلة إعداد وتهيئة الأرض لاستقبال الفسيل الجديدة اللي هيقوم المتصدقين من حضراتكم بزراعتها بنفسهم في أبريل 2024، إن الأرض دي تتم بخيرها وبركاتها وصدقات حضراتكم ووقف النخيل، وتيجوا تغرسوا معانا ونشوف الفرحة والسعادة والابتسامة اللي احنا متعودين ان احنا نشوفها على وشوش حضراتكم. وكل متبرع هيشارك معانا هيكون له نصيب انه يزرع نخلته بايده ويفوز بثواب غرس نخلة. ان شاء الله ندعوكم لتشاركوا في زراعة وقف النخيل مع مؤسسة نبض الحياة. طيب تابعنا مع حضراتكم هذا التقرير وإليك هذا السؤال النميس يا شيخ مصطفى. دلوقتي احنا لما بنتكلم على وقف النخيل احنا بنتكلم على صدقة جارية. حلو. صح كده؟ هل جريان الصدقة في حد ذاته بيأمن بشكل أو بآخر للمتصدق فكرة الاستدامة في الطاعة، فكرة الاستدامة في الأجر والثواب؟ احنا قلنا لازم كل إنسان فينا يبقى عنده فراسة، يعني ذكاء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: 7 يجري للعبد أجرهن بعد موته وهو في قبره، منهم أو غرس نخلا أو غرس نخلا. فكرة غرس النخيل وإن صدقتك دي تبقى إيه جارية بفضل الله عز وجل، أنت كده بتعمل إيه؟ بتأمن حياتك الدنيا وحياتك البرزخية وحياتك عند الله سبحانه وتعالى، الحياة الباقية بقى اللي هي الأخروية بقى لعند رب العالمين سبحانه وتعالى. يا سلام أما نكون متوفى وفي قبري وتصلني حسنات، طبعا عدات حسناتي لسه شغال. طبعا لسه شغال ليه؟ لان انا بفضل من ربنا عز وجل تصدقت في مشروع جميل، مشروع رائع هيخرج منه فسايل اكثر من رائعه، ويخرج منه ريع، ويخرج منه تمر مجدول جميل. طبعا. بفضل من ربنا عز وجل هينفق الريع منه على اهالينا الاولى بالرعايه والاكثر استحقاقا. احنا هنا بنتكلم على مشروع استثماري خيري. طبعا. حلو. لان يا استاذ كريم الوقف ده حاجه عظيمه يعني جدا، يعني بيزنس لوجه الله انجاز التعبير. أيوة. ايوه يعني حتى بنسميها تجاره، ده ربنا سبحانه وتعالى عبر عن الموضوع ده في القران: قال يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره. صحيح. ان انت تتاجر مع رب العالمين سبحانه وتعالى، كل التجارات فيها مكسب وخساره الا التجاره مع رب العالمين سبحانه وتعالى مكسب بس. صحيح. فنفسي برضو يا استاذ كريم يعني اهالينا اللي هم بيسمعونا النهارده بقول لهم يعني زي ما ربنا وفقك في الطاعه في رمضان كمل طاعتك بعد رمضان، وزي ما ربنا وفقك في الطاعة في وقف النخيل في المرحلة السادسة أنا عايزك تكمل بفضل الله عز وجل في المرحلة 7، زي ما الشيخ أحمد ممدوح كان بيقول في التقرير كده يوم 27 و 28 أبريل. تمام. لأن من علامات قبول الطاعة أن أنت تخرج من طاعة تدخل في طاعة. ربنا يوفقك للي بعدها. ربنا يوفقك للي بعدها. طبعا. ربنا سبحانه وتعالى قال لحبيبه في القرآن: فإذا فرغت فانصب، يعني إذا خلصت طاعة ادخل في طاعة تانية فانصب. قف يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، اخرج من طاعة ادخل طاعة. العمر يا أستاذ كريم بيجري بسرعة. طبعا. ويقاس عمر الإنسان بمدى ما يقدمه من خير وعلم ينفع الدنيا كلها. صحيح. أحمد شوقي كان بيقول: دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها. طبعا. فالذكر للإنسان عمر ثاني. صحيح. ومن هذا المنطلق يا حضرات تعالوا نتابع معكم كمان تقرير ناخد من خلاله فكرة عن برضو فكرة الاستدامة في الحسنات، وإن عدات حسنات الواحد مننا حتى وهو في قبره تفضل مستمرة. احنا هنا بنتكلم على إعمار المساجد، تابعوا معنا.
جهود مؤسسة نبض الحياة في مبادرة إعمار المساجد لا زالت مستمرة في إنهاء أعمال تأسيس مسجد النور بقرية فدان الفقي بمركز سيدي سالم بكفر الشيخ. إنما يعمر مساجد الله، المعنى الحقيقي لهذه الآية. أجمل تفسير النهاردة بنشعر به على أرض الواقع النهاردة شايفينه من هذا الإعمار وهذا التشييد. النهاردة العمل قائم على قدم وساق، بنصب القواعد النهاردة، بفضل من ربنا عز وجل المسجد شكله اتغير والقعدة بتتصب النهاردة. تخيل كده، أنت بتغرس في قلبك الإيمان وبتغرس في جنة ربنا سبحانه وتعالى ثمرة عملك الصالح بهذا العمل المبارك. استحضر في عقلك وفي قلبك كده كلام ربنا سبحانه وتعالى، هو بيخبرنا عن سيدنا إبراهيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. بنقول لكل واحد شارك علشان نوصل للمرحلة دي، يا رب تقبل منه ويا رب اجعل العمل ده في موازين حسناته، وإن شاء الله رب العالمين الهمة اللي موجودة دي هتنيها مستمرة. بمساهمتكم مؤسسة نبض الحياة هتقدر تكمل فرحة أهالي قرية فدان الفقي في إتمام المسجد الوحيد بالقرية. طيب لو أنا ساهمت في بناء مسجد من المساجد إن شاء الله بقالب طوب، إلى أي درجة قالب الطوب ده ممكن يعني أعتبره كفارة لذنوبي؟ أنا بس هربط ربط كده ما بين وقف النخيل والمساجد. من وقف النخيل اللي كنا بنتكلم عليه من شوية هنبني المسجد بإذن الله عز وجل إن شاء الله، إن شاء الله من ريع بتاعه إن شاء الله اللي بإذن ربنا عز وجل ربنا هينفعنا بيه، فنلاقي مسجد جميل في مكان هو الفرد فيه، يعني هو المسجد الوحيد. وده شرط من شروط مؤسسة نبض الحياة اللي شغالة بيها، عشان تاخد أي مسجد وتبنيه لازم أن يكون هو المسجد الفرد، سواء المسجد في القرية الوحيد. في الكفر في النجع أي مكان. والحمد لله رب العالمين احنا شغالين دلوقتي في 3 مساجد ما شاء الله: مسجد عزبة عبد الكريم التابع لقرية الحجيرات في مركز قنا في محافظة قنا، جميل، وإن شاء الله شغالين فيه بفضل الله عز وجل في التشطيبات. هايل. مسجد اللي احنا شفناه دلوقتي مسجد فدان الفقي اسمه مسجد النور في مركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، وده شغالين فيه في القواعد والسملات، وفضل ربنا عز وجل بقى هنشوف ان شاء الله، وانا املي في الله كبير جدا وظني في الله يقين في الله سبحانه وتعالى ان هلاقي متصدقين هيتصدقوا في الاعمده، ومتصدقين هيتصدقوا في السقف، ومتصدقين بقى ناصحين قوي بيسالوا نفس السؤال الاستاذ كريم، بينقوا حاجه بعينها. ايوه يقول لك انا عاوز الطوب. قال له ايش معنى؟ طب بالمنطق ده يبقى الرمله اولى. ما هو واحد قال لي كده صح. واحد قال لي كده فعلا حصلت معاكم؟ ما كل حبايه رمل سبقتني. ايوه واحد قال لي كده صحيح. واحد قال لي لا انا عايز اتصدق في الرمل، فبقول له اشمعنى الرمل؟ قال انا عاوز بكل رمله يا حسنه. قلت له ايه يا عم الذكاء ده، بسم الله ما شاء الله، تؤجر على نيتك بفضل الله عز وجل. انت عارف يا استاذ كريم من الجمال كله والعظمه كلها اللي انا شفتها في المساجد وبناء المساجد، ان انا بلاقي ان كل حصوايا بيسموها حصوه عندنا او كل طوبه او قلب طوب او الكلام ده، ده بيسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الله ينور على حضرتك. ولكن لا تفقون تسبيحهم. وفي ناس نصحى قوي كمان قال يقول لي لا أنا عايز في الأعمدة وعاوز في السقف، عايز المسلحات. بقول له اشمعنى؟ قال لي ممكن الحيطة تتهد بعد كده. قلت له ما أنت عايز إيه؟ قال لي لا أنا عاوز الحاجة اللي هتفضل مئات السنين. فأنا ببشره وبقول له بشرة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو المسجد ده أزيل بعد فترة زمنية كبيرة 100 سنة 200 سنة 300 سنة وبنى مكانه مسجد تاني، انت ثوابك بفضل الله عز وجل متصل. جميل. بنيتك بفضل جميل. الله عز وجل جميل. إذا كان يوم القيامة نادى ربنا سبحانه وتعالى في عليائه وقال لملائكته: يا ملائكتي أين جيراني؟ أين جيراني؟ ومن يجاورك؟ فتقول الملائكة: ومن ينبغي له أن يجاورك وأنت رب العالمين؟ طبعا. فيقول الله: أين عمار المساجد؟ في الناس اللي بتعمر بيوتي للدرجه دي ليهم خصوصيه كبيره جدا عند ربنا جدا. انت مش بتعمر بيتك، انت بتعمر بيت ربنا سبحانه وتعالى، انت بتعمل حاجه لوجه الله سبحانه وتعالى، ودي طاعه جميله جدا نفسي نستمر عليها يا استاذ كريم. طب وبرده اشمعنى اعمار المساجد بصفه خاصه اللي كان فيه وعد رباني صريح ما فيهوش اي مساحه لللبس: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنه؟ كلمه مسجد جايه من ايه؟ مكان للسجود، موضع للسجود. سجود. اشمعنى السجود واخد الخصوصيه دي؟ ليه ما سمناهوش مركع ولا ليه؟ مقام؟ ليه صحيح؟ اشمعنى السجود؟ اشمعنى فعلا؟ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يبقى أنت بتقرب الناس من مين؟ من ربنا سبحانه وتعالى. يبقى احنا نطلع كمان تقرير. الصورة اتضحت. تابعوا معانا.
في قرية قرقشندة مركز طوخ محافظة القليوبية كان افتتاح المحطة اللي نفذتها مؤسسة نبض الحياة. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالخير إلا الله. واحنا واقفين في المكان النهاردة لقيت بعض الناس ماشيين مش مصدقين ان المحطة اتعملت في وقت قياسي. قلت لهم لا، دي عادة مؤسسة نبض الحياة انها بتشتغل بسرعة. ليه؟ لان احتياج الناس للمية ما بيستناش. سقي الماء الذي اخبر عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم انه افضل الاعمال. انك انت تعمل عمل خير، الحمد لله ربنا عز وجل أعنا وكل ده متاح للناس، حتى لو كانت بكلمة طيبة فده عمل خير. لكن أن أنت توفق لعمل خير كبير وضخم وعظيم بخطوة واحدة، بقرار واحد، بمكالمة تليفون، ده قمة التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. والمحطة هتكون طوق نجاة لأهالي قرية قرقشندة لأنها هتوفر لهم أنقى كوب ماء. ولا يزال قطار نبض الحياة ينتقل من مكان إلى مكان، من مركز لمركز، من محافظة لمحافظة. مساهمتك في محطة تنقية المياه بيحقق أمل قرية في المياه النقية، وبيحقق لك الثواب في الدنيا والآخرة. تخيلي القرية من دول أو النجع أو العزبة من دول اللي بتتفتح فيه محطة ما من محطات تنقية وتحلية المياه، حياة سكان المكان ده بتتغير 180 درجة. طبعا مش بس هم، والمتصدق او اولا اكيد متصدق اولا اكيد اكيد. تعرف المحطه اللي بتتغير ازاي بالمناسبه؟ للاحسن. رب العالمين سبحانه وتعالى قال سيهديهم ويصلح بالهم. صلاح البال والهدوء والراحه النفسيه. صحيح. اي أيوة والله، دايما ادعي كده اقول اللي متصدق وبخاصه في محطات المعالجه والتنقيه، اقول له الله يصلح حالك ويروق بالك. يا سلام. ويحفظ عيالك ويكتر بالحلال مالك. دي دعوتي لأي حد. دعوة جميلة فعلا، دعوة جميلة. بيتصدق، هنعوز ايه اكتر من كده؟ بيتصدق يعني لمحطات المعالجة والتنقية. طب وبخاصة محطة زي ديت في قرية جميلة زي قرية قرقشندة مركز طوخ في محافظة القليوبية. المحطة ديت جميلة جدا وموقعها استراتيجي، موقعها جميل جدا. موقعها فين بقى؟ جنب مسجد فجر الإسلام. الله، بفضل ربنا عز وجل في كل اللي داخل المسجد. ودي مش أول مرة تعملوا كده صح؟ يعني الله. مش أول محطة تفتتح جوار. أيوة. مسجد. ده أغلب محطات بنسبة 90% من محطات مؤسسة نبض الحياة بتبقى جنب مسجد. دي مقصودة يعني. ده سبحان الله من عند ربنا. فعلا. سبحان الله والله. يا الله. فاللي داخل المسجد وخارج من المسجد بيشرب من المحطة طبعًا الجميلة دي. طبعا. تمام. مش بس كده، ده فوق المسجد دوت مركز طبي. هايل. اللي هايل. طالع يتعالج، طالع عند دكتور، نازل عند دكتور، بيشرب من المحطة الجميلة دي. معلش عايز أقف معاك عند تفصيله. اتفضل. دلوقتي لو انا ساهمت في محطه تنقيه مياه. أيوة. موجوده جنب مسجد. حلو. وطبعا معروف، احنا قلنا لحضراتكم قبل كده اكتر من مره ان المحطه الواحده بتخدم على اكتر من 20 25 يمكن 30 الف نسمه ويوميا. بس انا عايز اقف عند نسمه واحده من ال 30 الف. أيوة. النسمه دي خدت بق ميه من المحطه ودخل يصلي. حلو. انا بقى ساهمت في المحطه دي. حلو. هل اجري متوقف عند فكره سقي الماء ولا بيتعدى لان انا ساعدت بشكل او باخر في انه يبقى قادر على الصلاه وعلى الذكر وعلى 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 اثناء وجوده في المسجد؟ ابشرك، ارجوك، طول ما كوبايه الميه وحبه الميه اللي هم خدهم من المحطه الجميله ديت في جسمه انت ليك ثواب في كل كبد، في كل كبد رطبه اجل. الله. حلو كده، يعني ناخد ثواب صلاته كمان. كل بص، كل حاجه بفضل الله عز وجل. انت خلاص. واي طاعه هو بيقوم الخلايا بيه. الخلايا بفضل الله عز وجل. الخلايا اللي هو عايش بيها ده ماشيه بالميه الجميله ديت، الميه النقيه الرائعه ديت. ده مش بس كده في المحطه دي يا استاذ كريم، انا عندك مسجد وايه ومركز طبي. أيوه. مش بس كده، ده في مكتب تحفيظ قران. ما شاء الله. كل الطلبه خرجوا من الكتاب قدام عيني انا. ما شاء الله. وخرجوا شربوا منين؟ من المحطه. فرحانين جدا 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 بالمحطه. بس كده لا، ده في مكتب بريد على اول الشارع، فاسيادنا كبار السن بيروحوا يشربوا من المحطه. طبعا. دي ياخدوا المعاشات بتاعتهم. مش بس كده، ده في مسجد كمان قريب من المسجد ده اسمه مسجد سيدنا الامام الليث بن سعد رضي الله عنه. كل الناس اللي هناك برضو بيجوا يشربوا من المحطه دي. مش بس كده، ده في مدرسه اعداديه كمان بيجوا يشربوا منها. ده في مسجد كمان اسمه مسجد سيدي نجم الدين الاصفهاني هناك في نفس المكان بيجوا يشربوا من المحطه دي وياخدوا من المحطه دي ميه ويروحوا يشربوا الناس. اكبر بكتير وابعد بكتير من مجرد سقي. ده في معهد ابتدائي ازهري كمان. الله. فضل ربنا عز وجل الاطفال بتروح تشرب كمان من المحطه. ده مين سعداء الحظ اللي عمل المحطه دي تحديدا؟ يعني يا بختهم دول يتقال لهم يا سعدكم يا هنا. الله ينور. ده عيله كامله. ما شاء انا لقيت الله بقى عليه. منظر كده غريب،
لقيت ستات كبار السن رايحين جايين قدام المحطه يا استاذ كريم وشايلين عندنا في الفلاحين يقول لك في قروانه كده او ماجور عجين. فرايحين جايين رايحين جايين بقول لهم ويملوا من المحطه ويروحوا. بقول لهم بقول لكم ايه؟ قالوا لي قلت لهم هو في فرن خبيز هنا؟ قالوا لي اه. قلت سبحان الله هو انتوا لكم اجر سقي ماء واطعام طعام؟ لا 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 اه والله بياخدوا الميه دي بيستخدموها في المخبز في العجين. يا سبحان الله. فانا يعني بقى عندي غبطه للعيله الجميله ديت اللي رب العالمين سبحانه وتعالى اختصهم واختارهم وميزهم من بين عباده ان يبقى لهم اجرين سقي ماء واطعام طعام. يا سعدهم يا هنا. انا بشكر فضيلتك على وجودك معانا النهارده نورتني. كل لحظه وانت طيب وربنا يا رب لا يجعلنا من اهل التفريط والاضاعه وان يؤمننا الخوف يوم تقوم الساعه ولا يحرمنا من حبيبنا الشفاعه ويجعل هذه الاعمال لنا وللسادة المشاهدين احسن البضاعه. اللهم امين يا رب العالمين. بشكر حضراتكم مشاهدينا في كل مكان على حسن المتابعه وباذن الرحمن يتجدد اللقاء. السلام عليكم.